أمن الصبر كان قلبك إني لا أرى يستطيع قلب الصبور دخلوا دارها دخلوا دارها وليس عليها من قناع والحقد من الصدور وعلى متنها السياط تلوت حيث لا دافع ولا من مجير يا لها من عداوة أظهروها وهي من قبل في سويد الضمير ما سمعنا من قبل بنت نبي أوذيت كالبتول بعد النذير أصرت أسقطت أضيعت ذماما وصبت كذبت بأفك وزور دحجحت آية الطارة فيها بعد علم كجحدهم للغدير دخلت دار أضرموا النار قادوا حيدرا بالنجاة قود البعير وأرادوا قتل الوصي فأضحى قلبها مثل طائر مذور وعراها الذهول عما عراها من سقوط وضلعها المكسور فعدت خلفهم تقول دعوه أو لا أشكو إلى السميع البصير إن قلبي وإن تحمل لكن ليس قلبي عن حيدر بصبوري فدعوه أو أنشر الشعر أدعو بعد كشف القناع بالتدمير صاحت تعرفوني أنا بضعة المختار عمل الثمود اليوم نزلها بارد يا خسف زلازل لا تخلوا لي كرار كسرت ضلوعي وروعت السبطة مدت على الهام اليمين ورجت الكار ونت وشعبت كل قلب ونايت المحزون ورفرف عذاب الله وغدا وكلهم يموجون ما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنين وحيدر يقل له روح للزهرة يا سلمان قلها يا بنت المصطفى وخيرة النسوة تدرين ابو ابراهيم رحمة من الرحمة لازم يا زهرة على الهضم كله صبري قال اصبري وردت عليه بدمع
من ثار لا الصبر خليت كل العالم يموت سقط جنيني من الحشا والضلع مكسور بساطة يا سلمان العبد والرام المتنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الخطاب هنا موجه لمن جاءكم رسول من أنفسكم. المفسرين لهم أقوال كثيرة متعددة بالنسبة لمن وجه الخطاب، فقال بعض المفسرين الخطاب موجه إلى عموم البشر، لا فرق بين إنسان وإنسان آخر، ولا فرق بين أهل زمانه وبين من كان متأخرا. الذين قالوا الخطاب موجه إلى عموم الناس قالوا ليس هناك مخصص يخصص الخطاب بأهل زمانه، يقول ماكو مخصص. والصحيح أنه ليس هناك مخصص يخصص الخطاب لقوم دون قوم أو لأهل زمان دون أهل زمان، إلا أن ليس هذا في الحقيقة حجة قاطعة، يعني عدم وجود المخصص في الآية الكريمة لا يدل على أن الخطاب ما كان موجه إلى أقوام معينين، وعلى الخصوص مع ورود أقوال متكثرة. يعني هناك لابد من 4 أقوال في الآية بالنسبة لمن وجه الخطاب، هذا القول المشهور عند المفسرين أن الخطاب موجه لعموم الناس بدليل أن ليس هناك مخصص لآية، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وآله إنما أرسل إلى الناس كافة، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني من أول الناس إلى آخر الناس، يعني من أول الناس من أهل زمان طبعا. أما الأقوال الأخرى فهناك من ضيق، يعني ضيق الدائرة إلى أبعد الحدود حتى قال إن الخطاب موجه إلى عشيرته الأقربين، يعني لما قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم يقولون الخطاب موجه إلى عشيرته دون قبيلته ودون قريش، وهذا نطاق ضيق في الحقيقة، إلا أنهم يستدلون بقوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. يقولون لما نزل القرآن لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى أمره أن يبدأ بعشيرته أنذر عشيرتك الأقربين، على الآية يقول الخطاب موجه إلى الأدنى فالأدنى الأقرب فالأقرب. هناك القول المتوسط، القول المتوسط أن الخطاب موجه إلى قريش، وهناك القول الآخر أن الخطاب موجه إلى عموم العرب، على كل هذه أقوال. الآية سواء كان الخطاب موجه إلى عموم الناس أو إلى العرب مثلا أو إلى قريش أو إلى
أهله الأدنين يعني العشيرة، عشيرة النبي صلى الله عليه وآله. الآية فيها ما فيها، يقولون بعض المفسرين الآية فيها نوع من الاحتجاج. شلون يعني آية احتجاجية؟ كأنما تلقي حجة على الذين عاصروه وعايشوه صلى الله عليه وآله. وين موضع الاحتجاج؟ يعني كون الآية حجة، كون الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله صادق وهم يعلمون الصدق. الإنسان في الغالب العام إذا كان من قوم، لاحظ الآية جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم، مو بعيد عنكم ولا بعيد عن قوميتكم، يعني على أساس أن الخطاب موجه إما للعرب أو لقريش مثلا أو لأهله الأدنين. جاءكم رسول من أنفسكم، يقولون موضع الاحتجاج في هذه اللفظة بالذات، من أنفسكم، من أنفسكم يعني مو بعيد، وإن كان هناك قراءة، قراءة يعني شاذة شوية، القراءة المشهورة هذه، جاءكم رسول من أنفسكم بضم الفاء وكسر السين، يعني من أنفسكم يعني منكم. أكو قراءة قرأ بها بعضهم، الطبرسي رحمه الله نسب هذه القراءة لكن نسب ذلك إلى القيل، قال وقيل أن فاطمة سلام الله عليها تقرأها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من النفاسة، إذا كان المتاع نفيسا، إذا كان الشيء نفيسا بمعنى إلى ميزة خاصة يعني. لكن القراءة مهي مشهورة، القراءة المشهورة هي هذه، جاءكم رسول من أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى امتن على المخاطبين سواء كان عموم الناس أو كان قريش أو كان العرب أو الأهل الأدنين، الله سبحانه وتعالى امتن عليهم أو من عليهم بذلك. شلون؟ جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم وبعيد، أنتم تعرفونه وتعلمونه وعاشرتموه وعاملتموه، فعرفتم صدقه وعرفتم إخلاصه، هذا معناه. لأن الطبرسي رحمه الله يميل إلى هذا الرأي في الحقيقة، لأن لما نتراجع تفسيره، تفسيره يعني من التفاسير المتوسطة التي لا تتغالى، يعني ما تتغالب في الشرح وتبعد عن الموضوع ولا تقتضب الموضوع اقتضاب، يعني تفسير من التفاسير المقبولة من جميع النواحي. يقول الله سبحانه وتعالى امتن عليهم أن بعث منهم رسول من أنفسهم. شلون؟ قال لأنهم يعرفونه، ماذا من ولد بين أظهرهم وعاش بين أظهرهم إلى أن شب وترعرع وبلغ 40 من عمره وهم يتعاشرون ويتعاملون مع النبي صلى الله عليه وآله، فعرفوا حق معرفته، وهذا صحيح يعني. لأن الغالب العام الإنسان الذي تعيش وياه وتعاشره ومو بعيد عنك في الغالب العام تعرف يعني. وإذا أردنا أن نبين يعني شوية أكثر ونقرب المعنى، الذي ما يعيش معك يعني ابن البيت على صلاحنا، أنت أعلم به وأعرف به ممن يعيش خارج البيت. لو لا أخوك ابن عمك مثلا أنت تعرف أكثر من أن تعرف الأبعد، والأبعد شوية تعرفه أعرف من الأبعد، وهكذا حتى يصير على صلاحنا ابن البلدة، ابن البلدة الذي يعيش وياك تعرفه على الأقل، يعني معرفتك به أكثر من معرفتك بمن يعيش خارج بلدتك أو قريتك مثلا أو ما شاكل ذلك. فكل ما صار الإنسان قريب منك كلما كانت معرفتك به أكثر، وهذا هو موضع الاحتجاج كما أشار إليه بعض المفسرين، لأن النبي صلى الله عليه وآله عاش بين أظهرهم منذ أن كان صبيا صغيرا، وشافوا شلون سلوك الإنسان هذا، كيف يعامل الناس، كيف كان الصدق له ديدا، صدق في القال، صدق في الفعل، يعني من جميع النواحي. وين ما تلتفت إلى النبي صلى الله عليه وآله تراه كاملا من كل شيء،
ومولانا، ولما كان هذا موضع احتجاج حقيقة وواقع. النبي صلى الله عليه وآله في نفس الوقت جعل ذلك حجة عليهم، حجة يعني على من؟ أما على العشيرة أو على من عاش بين أظهرهم وهم القرشيون. شلون؟ المجلسي رحمه الله في كتابه بحار الأنوار يشير إلى أول بداية صدوع نبينا محمد صلى الله عليه وآله بالرسالة، يقول: صعد النبي صلى الله عليه وآله يوما من الأيام على الصفا ورفع صوته وقال: يا صباحا، يعني يا صباحا، هذه لفظة ونداء متعارف عليه عند العرب في ذلك الزمان، لما يشير صوته يا صباحا يعني تعالوا، يعني أريد الناس عندي حشاية. فلما اجتمع الناس إليه وأراد أن يبين لهم الذي عنده، قال صلى الله عليه وآله: لو أخبرتكم، لاحظوا تأمل الكلمات عشان تعرف شلون الآية وشنه معناه وكيف أن فيها احتجاج وكيف أن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بذلك. لما اجتمع الناس حوله قال: أيها الناس، لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل، يعني جبل أبي قبيس، لو أن وراء هذا الجبل خيل تريد أن تغير عليكم، أهل أنتم مصدقون؟ يعني تصدقون لما أقول لكم ترى أكو خيل وغيرة جاية وراء الجبل تريد تهجر عليكم، أهل تصدقون بدون دليل؟ هذا معناه، يعني صدقوني من دون أن تروحون وتشوفون وتسألون وتستنتجون من غير أي دليل، يعني أنا عدكم صادق لو كاذب، هذا معناه. فماذا كان جواب قومه؟ ماذا كان جوابهم؟ قالوا: ما عهدناك كاذبا يا محمد، وهذه شهادة. يقولوا: ما عرفناك كاذب أبدا، ما عرفناك إلا بصدق القال وصدق الفعل وصدق اللهجة. فلما انتزع الاعتراف منهم له بصدقه صلى الله عليه وآله، لما قال له: ترى ما نعرفك بالكذب أبدا، يعني هذا قريش يسمون رسول الله يسمونه الصادق الأمين، وما أطلق عليه لفظة الصادق إلا لصدقه والأمين إلا لأمانته، وقضية الأمانات الذي عند رسول الله، وشلون يوم الهجرة دفعها إلى أمير المؤمنين هي شاهد صدق على ذلك. لو وجدوا رجلا أمينا صادقا كالنبي صلى الله عليه وآله لما دفعوا إليه أماناتهم من أموال وغير ذلك. قال: لما عهدناك كاذبا. فقال: إذن أنا رسول الله إليكم. لاحظ لما قال له: لما عهدناك كاذب، أنت دائما وأبدا صادق. قال: إذن أنا رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. مولانا وتغيرت النظرات وتغيرت اللهجة وانقلبت الوجوه واجترئ على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وأول من اجترأ عليه عمه أبو لهب، هذا أول من اجترأ، شال صوته وقال: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ تبا لك، هذه لفظة بها نوع، لهذا الله سبحانه وتعالى رد عليه وأنزل عليه سورة، أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله سورة بذم أبي لهب تتلى إلى آخر الدهر: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر السورة الكريمة. فالنبي صلى الله عليه وآله انتزع الاعتراف منهم بصدقه، بعد ذلك دعاهم
إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، ولكنهم نفروا كل النفور ووقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وآله صفا واحدا ورموه عن قوس واحد. وانقلبت اللهجات، تغيرت النظرة مثل ما قلنا تغيرت. فبعد أن كان عندهم صادقا أمينا، قام شلون سموه قبل هذا، ايش يسمونه، ساحر، كذاب، مجنون إلى آخره. وقرأ الآية الكريمة: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن إلى آخر الآيات الكريمة. وصفوا نبينا تارة بالكذب وتارة بالسحر وتارة بالجنون، ووقفوا في وجهه حجر عثرة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله صدع بأمر ربه وجاهد وناضل في سبيل ذلك غير عابئ لما بما يصيبه من الأذى قولا وفعلا، أبدا ما يهمه، كل ما يصدر يتقبله صلى الله عليه وآله بصدر رحب. وما فادت جميع المحاولات، يعني محاولات قريش، الوقوف في وجه نبينا محمد، إيذاؤه بجميع أنواع الأذى، حتى ورد عنه قوله: ما أوذي نبي كما أوذيت، ومع ذلك تحمل جميع الأذى بصدر رحب. أبدا كل شيء ما تغير من النبي صلى الله عليه وآله، حتى أن قامت عندهم يعني أشياء كثيرة. بعضهم يتهم النبي، يقول هذا رجل عاش فقير، عاش يتيم، ولا احنا مثلا غيرنا الوضع يمكن شوية يتغير ويمكن يرد عن هالموضوع. لهذا دخل أشياخ قومه، أو كما قالوا سادة قريش وكبراء قريش، دخلوا على عمه أبي طالب سلام الله عليه، وأبو طالب يلاين القوم. أبو طالب مؤمن الباطن، لكن في الظاهر يقول: لا والله أنا ما أنا مؤمن وما مصدق بكلام محمد، وإنما فعل ذلك ليستطيع أن يوفق بين الطرفين، ليستطيع أن يحمي النبي صلى الله عليه وآله. وما علينا من حشي الأعداء والحساد، إنما قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا بغضا لعلي سلام الله عليه. وإلا أبو طالب كما قال مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه: لو وزن إيمان أبي طالب بإيمان الناس كلهم لرجح إيمانه على إيمانهم. أبو طالب مؤمن، وأشعار تدل على إيمانه: ولقد علمت بأن دين محمد، إلى آخر أشعار كثير ما شاء الله، ما أريد أطول بها المقام، هو من خير أديان البرية دينا، ما شاء الله، أشعار أبي طالب التي تدل على إيمانه وتصديقه بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. لكن كان يلاين القوم، وكانوا يظنون أنه كما كانوا يقولون: ما صبئ إلى دين ابن أخيه. فلهذا صاير كهف إلى النبي صلى الله عليه وآله. فلهذا عقب فقدان عمه وفقدان خديجة ما صار إلى بعد ناصر في مكة المكرمة، وما كان له إلا الهجرة. شاهد: دخلوا على عمه أبي طالب، قال: يا أبا طالب، إن ابن أخيك سفه أحلامنا، يعني سوى ما سوانا مجانين ما عدنا عقول، سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وشتم آباءنا وأفسد شباننا. صور، سفه أحلامنا، قال: أنتم صحيح يعني أنتم ما عندكم عقول، شنو يعني؟ ولكن أكثرهم لا يعقلون، آيات القرآن كلها نازلة وتشهد بهالموضوع هذا.
انتم ما عندكم عقل، سمينا مجانين وما عدنا عقل، ماذا تعبدون؟ تعبدون ما لا ينفع ولا يضر. وهم يقولون لا، لا والله، اجعل الالهة الها واحد، احنا نعبد عدة الهة، انت تريد تجمعنا على اله واحد؟ هذا ما يصير، هذا صار عندهم مجنون وهم المجانين. سفه احلامنا وعاب الهتنا، قام يشتمهم، عابهم يعني صنم اما مصنوعة من الخشب او من الحجارة او من النحاس او من نوع اخر. لا، وبعضهم يتساهل بالقضية، بعضهم يتساهل يسوي الى صنم من التمر. بعض القبائل، والله رايح عن بالي اي قبيلة من قبائل العرب، سووا لهم صنم من التمر، ولما جاعوا راجعها، لما جاعوا ردوا على ربهم واكلوه. هذول عقلاء ومجانين. وبعضهم لما يطلع برا يعني يسافر او يروح الى مكان ويحتاج ان يخضع الى صنم او ما شاكل، شي يسوي؟ اجل الله السامعين، يتبول يدور الى طينة يبول فيها. اما ليش يبول؟ يعني لان الماء عزيز بالبرية، ما يريد يريق الماء، يبول في الطين ويعجن. اجلكم الله بيده، وسوي الى صورة ويسجد لها. شنو هذا يعني؟ هذا عقول يعني. فيقول سفها احلامنا عاب الهتنا، لا يسمعون لا يبصرون لا يستجيبون لا ينفعون لا يضرون. وعابها، يقول ما بها خير وما بها فائدة وكلها ضلال. بعد وشتم آبائنا، آباءكم مجانين وآباءكم من أهل النار الشكل. وأفسد شباننا، هذه اللفظة شلونها؟ أفسد شباننا، صحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وآله أفسد الشبان؟ لا، لكن بنظرهم يعني برأيهم أن الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وآله، أول من استجاب إلى من؟ المستضعفين، الأرقاء، العبيد، ثم بعد ذلك الشباب، لأن الشباب في الغالب العام هو أكثر الناس استجابة لخير أو شر. أشي مفهوم هذا؟ يعني حسب التوجيه، الشباب مثل ما يعبرون عنه مثل الصفحة البيضاء، الشباب مثل الأرض الخصبة، الذي قابله الذي تزرع بها يمشي ينبت. فلهذا يقولون أفسد شباننا. هذا لاحظ، لأن أصحاب المبادئ الكافرة، أصحاب المبادئ المنحرفة، ما يجون إلى الكهول وما يجون إلى الشيوخ، لأن هذول ما يمكن يعني واحد مرت عليه فترة من الزمان على عقيدة، وخاصة إذا كانت العقيدة صحيحة ومقتنع بها، تزول الجبال ولا يزول عن معتقده. لكن مولانا شباب، وكم انحرف من الشباب، اشتثر ما شاء الله، أصحاب المبادئ الكافرة، أصحاب المبادئ الهدامة، يجون إلى المساكين. هذول هالشباب الذي بعد قابل إلى الانحراف وقابل أن يتأثر به. فالإنسان على صلاح الناس، يعني الشباب يميل أما للخير أو للشر. شو الدعوة شلونها؟ فلهذا خطر نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ترى يؤكد هذه الحقيقة، يقول ربه سبعا، بالنسبة للولد ربه سبعا، وأدبه سبعا، وأصحبه نفسك سبعة. 21 سنة تخلي دائما تحت المراقبة، انت توجه التوجيه الصحيح، لا تخليه للغير يوجهه. انت تتعب وتقوم وتقعد وتزرع وتخلي الغير يجي يحصد الثمر. 21 سنة تخليه وياك المراقبة. اصحب نفسك سبعة، يعني شنو معنى يعني اصحب نفسك سبعة؟ يعني وين ما تروح وين ما جيت اخذ وياك؟ مو معقولة يعني انا اريد اروح الى المكتب، اروح الى العمل، اروح الى كذا، يعني اخذ وياي؟ مو معقول ابدا.
من ابن 14 سنة خليه وياي 7 سنوات وين ما، ولكن فسروها قالوا المعنى الملاحظة بهالسن الخطيرة ابن 14 سنة هذا هالدور من حياة الإنسان خطير، الانحرافات في الغالب الأعم تصير من هالسنة هو رايح، من هالسنة هو رايح، يقول يعني راقبة وين يروح وين يجي شي يسوي، يمشي ويا منه وين يقعد، شنو يحشي، ماذا يعتقد، ماذا يقرأ، هذا معناه كون تلاحظه لأنك مسؤول عنه إلى هذه الحدود. فالشباب، الشباب هو الذي يريد المراعاة، الشباب هو الذي يريد التوجيه، الشباب هو الذي ينصف أرض خصبة قابل أقل شنو لا ينحرف، وشايفين وعايشين وتجارب مرينا بها وشاهدناها وعشناها، يعني ويا الشباب شلون نحرفها. واحد صار مثلا مثل ما تسمع عن المبادئ الاخرى والاحزاب، واحد شنو قال بعثي، شنو قال هذا قومي، وما تطلع هاي اسماء، اسماء لكن المعاني واحده، قومي شنو قال بعثي، قال هذا شيوعي، وكلها كلها كلها تنصف الشيوعيه. ومولانا من يطلع عن خطه الاسلام، من يطلع عن خطة العقيدة ويدخل بخطة ثانية، يعني الأيديولوجية على صلاح واحدة، إنما التوجه السياسي يختلف. قضية تركي وهندي، القضية قضية إسلام، شنو يعني قومي، شنو معناها يعني قومي، ما لها معنى أبدا، هذا قومي وهذا بعثي وهذا شيوعي. لكن مولانا جيب لك واحد مر عليه 40 سنة تعال سويه شيوعي، صار شيوعي، أبدا ما يصير مولانا، خلاص انتهت المسألة. فالخطر وين يكمن؟ الخطر يكمن مولانا عند الشباب بهالسن الخطيرة. فلهذا الولد لا تخليه يربيه غيرك، ولا تخلي غيرك يراعيه ويراعيه ويأدبه ويسوسه ويوجهه حيث يريد، كن أنت الذي ترعاه، كن أنت الذي تؤدبه، كن أنت الذي تسوسه، لأنه زرعك فلا بد أن تجني ثمرته أنت ولا يجني ثماره الغير. يقولون والله طلع بنا الموضوع، سامحوني، يقولون أفسد شباننا، عندهم فساد لما يترك عبادة الأصنام ويعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله، هذا فساد صبع لدين محمد مولانا. وقاسوا لما ترجع إلى المعذبين اللي سجنوهم والذي عذبوهم، أكثرهم شباب، أقصد قريشها، أكثرهم من الشباب. سامع أنت عن عمار وأضراب عمار، هؤلاء الذين عذبوا كلهم شباب، من 18 سنة 20 سنة زايد شوية ناقص شوية، ها اي قالوا له يا ابا طالب ترى هاي سوايه ابن اخوك ويانا، سفه احلامنا، عاب الهتنا، شتم اباءنا، افسد شباننا، اي شنو شتشدكم شو تريدون؟ قالوا له والله احنا جايين بموضوع والموضوع نريدك تتعاون ويانا به. اي ماذا تريدون؟ قالوا له قل لابن اخيك ان اراد مالا أغنيناه، لأن قالوا هذا محمد يتيم وعاش فقير، ومثل ما قال بعض المستشرقين لعنهم الله الذين يدسون ويكيدون للإسلام والمسلمين ونبي المسلمين، يقولون هذا محمد إنسان معقد عنده عقدة، يعني ناقل كلمات الكفر مو كافر، يقولون محمد عاش يتيم وفقير وصارت عنده عقد، وهذا أراد الظهور وأراد الغنى وأراد وأراد، فما وجد إلى الطريق إلا لما قال أنا نبي. صور هالشكل المستشرقين يسوونه، هالشكل يكتبون ويدسونه في كتب، الكتب تباع في مكاتبنا الإسلامية. إيه قلنا إن أراد مالا أغنيناه، نجمع له من أموالنا ما يشاء حتى نصيره أغنى رجل في قريش، وإن أراد أن نزوجه زوجناه، كان يريد نساء ترى احنا حاضرين،
ننطيه ونتشرف بعد. وإن أراد أن نسوده سودناه، يعني نجعله سيدا علينا، نخليه هو الزعيم، نخليه هو الرئيس، نخلي كلمته هي الكلمة. التفت لهم أبو طالب، هذا في مقابل أي شيء يعني؟ في مقابل أي شيء يعني؟ تريدون تنطون أموال وتزوجون نساء وتنطون السيادة والرئاسة في أي مقابل؟ قال له على أن يترك هذه الكلمة، هذه الكلمة التي فرقت ما بينهم يقولونها يعني، وشقت الصفوف وخلقت العداءات، يترك هالكلمة هذه، لا إله إلا الله محمد رسول الله ما نريدها. زين شي يقول لهم أبو طالب؟ يقول أنا ما أقول له، يقولون تعالى خطأ، يقولون أنت إذا صبوت مولانا يصيرون جبهة، وهذا أبو طالب واقف صاير درع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقولون والرسول مؤتمن. لو لا، ما على الرسول إلا البلاغ. أبو طالب يجتمع بالنبي، جبناها التصرف يعني، جبنا المعنى فقط، يجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله، ينقل إلى كلمات الزعماء من قريش، يقول له ترى هالشكل يقولون وهالشكل يقولون وهالشكل يقولون، وأنت شنو رأيك؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو يظهره الله أو أموت. هذا واحد طامع يعني، صور واحد طامع صدق، يريد الرئاسة ويريد المال ويريد النساء، صدق صدق يعرضون عليها العرض السخي ولا يستجيب، ولو كان طالب مال كان بس وصلها من أقصر الطرق، ولو طالب السيادة قال حصلناها، ولو طالب نساء كان قال انتهت المسألة، انتهت المسألة خلاص. العرض مغري جدا يعني، العرض في إغراء إلى أبعد الحدود. جيب لك أكبر إنسان، أكبر إنسان اليوم، قل له تعال ها هاي السيادة والرئاسة وهذا المال المبذول، خذ الذي تريد، وهذه النساء نزوجك بمن تشاء، يمين ولا ما يمين، على الأقل يتنازل شوية، على الأقل يلين شوية، على الأقل يتسامح شوية، أما أن يتشدد، أما أن يلزم موقفه وما يحيد عن شعره كما قال نبينا محمد، يقول مو قضية مال ولا قضية رئاسة، لا والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو يظهره الله أو أموت دونه، يعني ماكو شعره. وهكذا فعل نبينا محمد صلى الله عليه وآله، قاس الآلام وقاس الأذى وقاس البلاء في سبيل سعادة هذه الأمة. والآية خير دليل وخير شاهد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية تحتاج إلى أكثر من بحث، وفي هذا الكفاية. نبينا محمد صلى الله عليه وآله قال وفعل، قال الله يظهر الإسلام هذا أو أموت دونه، فكابد ما كابد وقاس من ما قاس في أيام الذي كان بمكة وبعد أن هاجر صلى الله عليه وآله، قاساها وما قعد، ما سكن رسول الله أبدا، يقاتلون وهو يقاتل معهم، يكافحون وهو يكافح معهم، إلى أن أتم الله نعمته على المسلمين بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وبفضل كفاحه، وبفضل جهاده، وبفضل ما قاساه. لهذا يذكر بآخر آخر أيام، أيام حياته الشريفة، وبالذات في آخر خطوة، في آخر خطبة خطبها صلى الله عليه وآله، يذكر المسلمين مواقفه، ويذكرهم أياديه البيضاء
مو جاي يمتن عليهم، حاشاه، إنما فعل ما فعل لله ولوجه الله، ما جاي يمتن، ولكن هكذا لابد أن يبينها. أي نبي كنت لكم؟ يلقى السؤال عليهم، أي نبي كنت لكم؟ وراها ما وراها هذه الكلمة، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بالرحمة، وصفه بالعطف، وصفه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وليس كل الأنبياء كنبينا محمد، وما واحد صبر مثل ما صبر النبي صلى الله عليه وآله. وقرأ سير الأنبياء وسيرهم ويا أقوامهم وأممهم وتشوف وتعرف مقام النبي صلى الله عليه وآله. كم نبي دعا على قومه فأهلكهم؟ مش كثر اقرأ القرآن الكريم، قوم ثمود، قوم عاد، عاد الأولى، عاد الثانية، قضية نوح، ما شاء الله، نبي من الأنبياء، نبي من أنبياء بني إسرائيل. مرة امر يوم من الأيام على باب دار، بين امرأة فوق الدار مجهزة إلى شنو؟ مجهزة إلى قذرات معجونة، أجل الله السامعين، بالأبوال، ومعها رماد، أبوال ورماد وقذرات أخرى. لما اجتاز هذا النبي صبتها عليه من فوق إلى تحت وغمرته من قرنه إلى قدمه، هم نتن، هم سواد، هم نجاسة. هذا رفع رأسه إلى السماء بعد ما تحملها، ودعا عليهم فأنزل الله العذاب عليهم جميعا فأهلكهم. لكن هالنبي الكريم هذا كم من أذى قاساه، وكم بلوى مر بها. أهب رفع يديه ودعا، بالعكس، اللهم اهدي قومي، كل ما أذوه وكل ما أسالوا دماء. مولانا الحجارة على رسول الله أدموا ساقيه وقدمه، وجلس القرفصاء وأدخل رجليه تحت ثيابه، وإجوا إلى الأولاد جماعة من اليمين وجماعة من الشمال ورفعوه قسرا، قوموا رسول الله، تتصورها ما تتصورها. وجماعة آخرين أخذوا يرجمونه بالحجارة، والآباء والأعمام والإخوان والأمهات ينظرون إلى فعلهم فلا يغيرون ولا يبدلون. وينزل جبرائيل على رسول الله يواسيه قائلا، يا رسول الله ألا تدعو عليهم؟ فتدعو عليهم الله يهلكهم، ما يستاهلون. فماذا قال صلى الله عليه وآله؟ دعني وأمتي أشقى بهم، ما يخالي، خذ أكابد الشقى وأكابد المحن وأكابد الويلات في سبيل أن ينجحون، في سبيل هدايتهم، في سبيل إنقاذهم. أرأيت كيف كان شمعة يضيء للآخرين وهو يحترق؟ صلى الله عليه وآله. ثم يرفع يديه إلى السماء، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أي شفقة وأي رحمة عند هذا النبي الكريم، اذكرهم، اي نبي كنت لكم؟ يعني ترى ما اديتكم، ما دعوت عليكم، ما انزلت العذاب، ما اي نبي كنت لكم؟ قالوا خير نبي يا رسول الله، الله يجزيك خير. قام يعدد الايادي، الخدمات التي قدمها للامه، قال الم اجاهد بين اظهركم، يعني انتم مو تقاتلون وانا قاعد، ترى انا وياكم، الذي يصيبكم يصيبني، الم اجاهد بين اظهركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الم تكسر رباعيتي؟ قالوا بلى يا رسول الله. الم تسن الدماء على وجهي؟ بلى يا رسول الله. الم اربط حجر المجاعه على بطني؟ ثلاثة أيام يطوي بأبي وأمي، ما يذوق طعام، يدخل إلى بعض البساتين يلتقط الحشف ويأكله،
يقول ترى انا مو شبعان وانتو جياع، انا مو مستريح وانتو تعبانين، ترى شاركتكم في مكاره الدهر كلها، الم اربط حجر المجاعه على بطني؟ قالوا له بلى رسول الله، لقد كنت على البلاء صابرا وللنعماء شاكرا، فجزاك الله عنا خير الجزاء. قال انا اجيركم، انا ترى اشتغل، يعني معناه ترى اقوم واقعد واريد اجره، انا اجيركم. قال له لا يا رسول الله، هذه اموالنا بين يديك، ما اخذت منها احب الينا مما تركت. حاضرين شو تريد يا رسول الله؟ تريد الاموال؟ الاموال بارزه ونفسنا طيبه. كان يقول لهم لا لا، انا ما اريد لا اموال ولا عرض من اعراض الدنيا، ايش تريد؟ الذي امر الله به، غير ما اريد ابدا. الله سبحانه وتعالى امرني ان اسالكم سؤال، شنو؟ لا اسالكم عليه اجرا، على اداء الرساله، على الخدمات، انا ما اريد اموال، ما اريد تخدموني. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، غير هذا ما اريد. من قرابتك يا رسول الله؟ قرابتك من؟ مولانا. ويركز رسول الله، يركزها 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 على من؟ على الوحيدة، ما عنده غيرها أبدا، ما عنده غيرها، ما عنده، على هالوحيدة، على هاي اللي خلاها أمانة في أعناق الأمة، جعلها وديعة عند أمته. يقول لهم فاطمة، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد كفر، من آذاها في حياتي كمن آذاها في مماتي، ومن آذاها في مماتي كمن آذاها في حياتي. لا تقولون يعني أنا لما نتغمض عيوني ما أدري شي يصيب فاطمة وما تأذب أذاها، ترى يوصلني لأذاها. مولانا قال له الحاضرين حاضرين حاضرين، كانوا يقول له لننعمنك عين يا رسول الله، مو فاطمة، وما قصدوا بالأذى إلا فاطمة، وصبوا على رأسها الأذى من الأول للتالي، مثل ما يقول بعضهم الأذى من أوله إلى آخر، من ألفه إلى يائه، يعني ما تركوا نوع من الأذى إلا صبوه على رأس فاطمة، من الكلمة القارصة، الكلمة التي تأذي الإنسان إلى حدود القتل، كما قال مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، جدتي فاطمة ماتت شهيدة. شلون ماتت شهيدة يا ابن رسول الله؟ الشهيد الذي يموت بالمعركة يقاتل قتلوه، قال لأن الضرب كان أقوى سبب في قتلها. مولانا وبدل أن يعزوها برسول الله، بدل أن يطيبون خاطرها، بدل من أن يقولون لها الله يعظم أجرك، يقف الرجل على باب تلك الدار، دار دار باب دار، جبرائيل يوقف ويستأذن، لا 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 رسول الله، والله راجعها، لا تقول عني زيادة، ولا تقول مثلا أنا أريد أستعطف أو أثير العاطفة أستدر الدمعة، لا والله رسول الله يوقف على الباب، أدخل يا فاطمة؟ الله أكبر، رسول الله سيد البشر يوقف على باب ابنته فاطمة، أدخل يا فاطمة؟ أدخل لو ما أدخل؟ وإذا الرجل دعينا من باطلك وقل لا أخرج وإلا أبرزنا عليكم نارا. آخ
مات الرسول غابت انوار النبوة، مات الرسول غابت انوار النبوة، وثار المحارم عادي يريد يتشفى بعدوه، نار الحقد وجه ونار الجزم بالنار، ومن قبل كان الروح من جملة الحجاج، بيها الوصي وابنه والزهرة والكفار، قالوا يا حيدر قوم لا تنوخذ قوة، وقفت البضعة داخل الحجرة بالأخمار، ناديش جرمتنا شعلت بابنا النار، ما يناسب احشي ويا الغرب ننهض يا كرار، عجل ترى يهجمون ما بيهم امور، لكن ما جاوب الكرار بس تجري دموعه، ما جاوب الكرار بس تجري دموعه، اطفوا الباب ومن ورا الباب الوديعه، والرجس بالباب اتكى وشمت وحسوا عصرها وغدت يا ويلي التلوى، خرات وخر المحسن وصاحت الفضة، ولا جلد ركيني ترى ما قدر النهضة، انكسرت ترى ضلعي وجسمي الألم مطفى، وما بقت لي من ضربة المسمار قوة، بالعجل دركيني واني الكرار شوفي، خبريه عن حالي ترى يدري يا زهرة يدريها، يدري خبريه عن حالي وعن ضيم صرت بيه، قالت يا بنت المصطفى حيدر مشوا بيه، وقلبه على جمر الغضا لجلج تطوى، ليتج نظرتي حال حلال المشاكل، ليت الحروب شلون قاده بحمايل، يمشي مهبط والدمع بالخد سايل، قالت نطل عيني القلب فارق سلوى، ان جان طلع بالوصيه اي قوم اطلعين، ان جان طلع بالوصيه اي قوم اطلعين، انسيت العصر بالباب والسقط جنين، قوموا الروح القبر جدكم يا بني، ارد اخبر بين العدو بعد اش سوى، اطلعت لن تشوف حيدر قايدي، طلعت لن تشوف حيدر قايدي، اظلت الدافع هوام مصد الهاب عين، وحالت البضعة بين عدوانه وبين، ولن العبد ساطة على الزهرة يتل، بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها جرعها، من بعد والدها الغيظ مرارا
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نفس همومنا واكشف كروبنا، يسر مطالبنا واقض حوائجنا، وافي مرضانا، ارحم موتانا، فض جماعتنا الحاضرين فردا فردا في أنفسهم وأولادهم وإخوانهم وأهليهم بحق محمد وآله وبحق حرمة الفاتحة تسبقها صلوات.